أهم شيء الذي نركز عليه في هذه الحملة هو تحسيس المواطنين بضرورة الاستمرار في عملية التلقيح والتي هي الحل الأنجع لمجابهة هذه الجائحة. اختيار ولاية وهران لم يكن يعني عفويا، بل لأن ولاية وهران ستحتضن حدث رياضي هام في الفترة المقبلة، وبالتالي نريد للمجتمع المدني أن يساهم في تهيئة الظروف وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضان هذه الألعاب في أحسن الظروف. في هذه الحملة الوطنية المنظمة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني بتنسيق مع كل ولايات الجمهورية، واليوم نتواجد في ولاية ورقلة، وهذا بتنسيق مع السيد الوالي وبمشاركة فعاليات المجتمع المدني، هذا في ظل يعني الأيام القليلة الفارطة التي كانت فيها ارتفاع محسوس لعدد الإصابات. درت الخطرة اللي فاتت عملية التلقيح، درت زي جباري، وهذه الخطرة درت هذا العمليه هذه درت، وننصح المواطنين ان شاء الله يجوا يديروا عمليه التلقيح الوقايه للعائله تاعهم ولوالديهم. هذه الحملة تمس مجموعة من المحاور والتي هي التبرع بالدم، التلقيح، والتحسيس والتوعية، وتوزيع الكمامات على مختلف المواطنين من أجل مجابهة هذا الوباء.